ضمن مبادرة تعزيز جاذبية مهنة التمريض، تعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع على منصتها في معرض جايتكس مشروع تعليمي ترويجي عن مهنة التمريض تحت عنوان رحلة في عالم التمريض بالواقع الافتراضي، حيث أن هذا المشروع يوفر للزائر فرصة الخوض في عالم التمريض من خلال توفير التجربة السمعية والبصرية بنظام محاكاة الواقع الافتراضي والثلاثي الأبعاد. يستهدف هذا المشروع طلبة الثانوية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، ويقدم تفاعلات واقعية جدا في مواقع افتراضية مثل غرف الطوارئ والعناية المركزة للأطفال والعيادات، وتتيح للزائر فرصة استخدام الأدوات المختلفة مثل أجهزة القلب وغيرها. ويقدم هذا المشروع منظورا جديدا ومبتكرا للتعليم والترويج، وذلك ضمن جهود وزارة الصحة في تعزيز جاذبية مهنة التمريض.